أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قصة نجاح قصة نجاح الليلة استدعينا فيها ضيف اختار باش يشق طريقه معناتها وينجح في حياته واختار مهنة صعيبة برشا مهنة شاقة تحمل برشا ضغوطات تحمل الظلم حتى في أيام الجمر كما يقول هو تعذبنا تعذبنا. تعذب ووصل معناتها باش يحقق ذاته وينجح معناتها في الميدان بتاعه معانا سي مخلص هكاكا مخلص الفقري لا 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 مفلس الفقري مفلس الفقري مفلس, مفلس الفقري فقري اللطف يعني. علينا معناتها الفلس والفقر خلينا نبدو ساعة من الاول انت تخدموا مضرب شو الميدان بتاعك انا الميدان بتاعي اصل الميدان بتاعي انا اختصاصي واضح هو الطلاب طلاب الطلبة <applause> أنت معناتها متسول طلاب معناتها يعني متسول <applause> لا 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 أقصى درجة أخويا خلينا صالحين نوضحوا النقطة هذه أنا مانيش نستول ما نستول على حتى حد أنا راني طلاب نخدم بعرق جبين باش نكون واضحين في النقطة هذه عجب مش معناتها الطلاب معناتها تقصد متسول ولا ثل... شو الفرق بين الطلاب و... هات نوضحوا بين <applause> والمتصول بالله خلينا نوضحوا النقطة هذه هي راي الطلبة درجات ماكش تول باش تطلع طلاب راه ماكش <applause> ثم درجات انت تنجم تعمل ستاج ستة شهور في التسول تبدا بالتسول ما تنجمش على طول الطلاب هذه باش يكونوا واضحين آه. لازم نفهمها ثم درجات معناتها ثم درجات آه. انت تعمل كونكور ستة شهور في الطلبة في الجوامع برك في الجوامع فقط الجوامع فقط ما عندكش الحق تدخل ما عندكش ما عندكش ما عندكش حتى حق المتسول عنده راه باش يكونوا واضحين راه اذا كنت متسول في بلاد اخرى تنجم تثبت عليه الحجه ويتعاقب حتى بالقانون انت متسول راك عندك كان مع برك باش واضحي. واضحين معناتها يعدي ستاج هكا اي ستاج ستاج ستة شهور ستا ستة شهور, شهور. إيه. ومن بعد معناتها ينجم ينجح كما ينجم إيه نجم يختص في الجوامع برك نجم يتخرج متسول في الجوامع برك قدام الجوامع برك اي تو شكون يراقبوا السيد هذا شكون معناتها يعطيه معناتها شات نجاح باش يزيدوا في الجراد ولا شكون يراقب فيهم احنا كخبراء وكمختصين راهو قاعدين نتابعوا في الدمان هذا قاعدين نتابعوا فيه عن بعد عن قرب زاد انتم بتشرفوا على التجارية هذيا بالطبيعة بالطبيعة احنا راهو كل دفعات تجي مختصة في الطلبة احنا نأطراها ونوراها كيفاش المراحل ونفهموا الخدمه كيفاش تكون الطلبه كيفاش تكون معناتها انت معناتها خبير في ميدان الطلبه او التسول معناتها عندك درجه بالطبيعة معناتها ثم درجات معناتها باش تكون من تنتقل من متصول الى طلاب معناتها تمر بمراحل في مراحل وضح النقطه هذه معك صريح راه كل شيء منظم ما نلعبوش انت باش تولي طلاب عند درجات كل واحد درجة انت لازمك باش تولي طلاب اول حاجه اللي بتعملها بتكون واضحين للطلاب الجدد اللي يحبوا يتهلوا ولا يحبوا يجوا يعملوا ستاج ولا حاجه راهو يجمك تعدي 10 سنين متسول مختص في الجوامع هذه ما فيهاش 10 سنين تعدي 10 سنين من بعد تالي تتعدى من المرحله هذيك تولي متسول تطبيق ومن بعد تالي بعد متسول تطبيق تولي متسول برتبه فوق الرتبه بعد تالي في المرحله الاخرانيه باش توصل بعد 30 عام باش توصل لمرحله الطلاب هنا يعني يقول لك لا كيفاش على دراي كل الطلاب روحك الساعه تولي تنجم تطلب في البلايص الكل ما عادش تقتصر على الجوامع اول حاجه هذه ثاني حاجه تولي تدخل حتى للبيران تنجم تطلب للبيران ولي اعلى درجات الطلبه هي في البيران معناتها سامحني من بعد 30 سنه تولي معناتها ما عادش مربوط بالجامعه تدخل الفضاءات كل تولي طلاب محترف 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 تطلب محترف حتى... بها, معترف, آه. بها معترف بها دوليا زاد معترف بها تطلب حتى معناتها داخل الحانات البيران اي, أي, أي. تدخل للبيران نعم. وتطلب اختاش اصعب طلبة في البيران متعرفش ما تعرفش ايش يصير لك ساعات كما تدبر عشرة كما تجيك شقفة انت يا تعرف السوكيرجي كيفاش تاخذها يدب تعرف بالعينين الاول راي بشافهم الطلبة مع السوكيرجي اخر حاجة تستعملها ايدك وتخذر وتثبت وكذا وبعد تشيلها واحدة واحدة تغافلة من تالي تدبل لعيناتك كلمتين منك كلمتين منك ما تعرفش واخر قد ما لك 10 ما تعرف زادة يكلم المقصيه اللي صايره تويك يكلم عليك السيرفر تاخذ كعبتين بيره تنجم انت بعد تاني تنجم تصنع روحك خدمتك هذيك من بعد تولي تاخذ لهم فلوس كيما ينجم زاد ينزل عليك بشقفه باش نكون واضحين يعني معناتها في البار عرضه زادة لبخاطر بخاطر بتبيع. بتبيع. يقولوا برشا ثم برشا اراء تقولوا انه معناتها اللي معناتها السكرجيه او يحنوا اكثر من من جماعه الجوامع معناتها يقولوا معناتها السوكيرجي يخلي فلوس للطلاب اكثر والجانب الجامعه صحيح هذه لا مش صحيح ما نظلموش الكليونات نتاعنا المصلين باش ما نظلموهمش حتى المصلين راهو يعتم اما صراحه ما يفوتوش 500 باش نكون واضحين ما يفوتوش 500 500 ما عادش تعمل حتى شيء ما عادش تعمل حتى شيء يا انت السوكيرجي كي تعرف كيفاش تخدمه وتعرف كيفاش تلهمه تمشي لك باهيه طيب انت معناتها بحكم خبرتك معناتها في دومان الطلبه وكذا السكرجي معناتها كيفاش تمشي له كيفاش تعرفه هذا ماشي مش يعطيك كيفاش معناتها كيف تشم هذا زعما هذا مش يعطيك مش, مش مش, مش, مش هذه مهنه الطلاب فيها برشا اسرار وكل واحد اجتهاده كما تنجم تجتهد وتمشي في لوحة وكما تنجم تجتهد تجي في راسك مم. انا بالنسبه لي كاختصاص ولد ومتمرس مليح انا السكرجي نحكم عليه من الكميه اذا هو مهبط كعبه وكعبه وكعبات حمص ما يستواش الحال وما تمشيش مريض زيد معناتها باش زي تطلب زي زي. ما زيد زيد لف انت كي تدخل البار تلف للباطو بلا تخدم للوجه تخدم الباطو اذا سكالو وكعبه حوت ووعد. نجم تطلع روحك هنا وتمشي والكاميه معناتها بتبيع 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 يدي الطلاب راهو ينجم يعمل برشا حاجات وصلت خاطر برشا تساؤلات من برشا الطلاب معناتها كثرت هي راهو بالظاهره دي بتاع الطلبه وكثرت برشا تلهميك زاد الدوخه لا 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 الناس تخدم على ماهوش تلهميك اسحبها الكلمه هذه خويا اسحبها الكلمه هذه شنو تلهميك هذه سامحني ما غير ما تغشش سامحني مش خلي الاستوديو عندي سامحني ما غير ما تغشش معناتها ما غير كل شيء الاهانه صحيح. أحنا كنا اسئلة اسئلة أي كليا، كنا نلبون هنوه أول يظل دعير خير شاشر عليه. شابه في المهنه هكا هذا حتى ما تدعيش عليه هكا ما غير ما تنرفز, ما تنرفز, تنرفز. روحك احنا معناتها ثم ممكن دخلاء على الميدان زاد ما تنكرش الشيء هذا ثم دخلاء على الميدان موجود. يتلاهم قوي ياسر بصراحه م. ثم دخلاء انتم تو بشهيتكم وكذا الطلابة بشهيت اما نحكي م. على الدخلاء على المهنه فهمني م. يتلاهم قوي ياسر زاد في البلد وسمعنا برشا ثم اللي يتعرض لبرشا مضايقات في, في في البار في البيران خاصه ثم اللي ضربت بشقفه فهمني خاصة موضوع النساء زاد حسب ما ما نلاحظ انه معناتها المراه الطلابه مش كي الراجل تعرض اكثر مضايقات واكثر لا, لا ولا 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 حاولتوش تاطروهم انتم النساء والله النساء أطرينهم وما شاء الله زادوا بالنسبه تو عم الدفعه بتاع انت اللي خرجت ما شاء الله زاد اكثر من الاولاد وقاعدين يعرفوا كيفاش يخدموا ونساء بلادي نساء حائر ويعرفوا يقدروا رواحهم وهذا ما ندخلوش فيه شك احنا ولاد الدومان ونعرفوا السم معناتها النساء تونس نجم معناتها قادين رواحهم في الدومان لا قادين رواحهم قادين رواحهم قادين رواحهم يعرف كيفاش يتصرف ويعرف كيفاش يسلك رواحهم ويعرف كيفاش ياخذ ثم حالات نادره هذوما كما قلت انت الدخلاء على على القطاع كما مثلا خالتك ربح انت ما كملتيش التكوين نتاعك وزيد ما تعرفيش لا تعلمتي الا ويا اللي ديال لا تعلمتي حتى شيء انت يا مكملي واسطي على طول واظب وكذا وخذ شهادتك بمعدل باهي واخدم على روحك وكذا يا سيب عليك مو تعمل ضربه وتمشي تعمل ضربه تمشي تو هي طول دخلت للبراق ما آه. تعرف صار دخلت هي, دخلت هي مرحله البار تطلب في البار مزيدك فوق ذلك غير ما نحبش نحكي دي الدخله بس حن مش في بالها تحن في البلايص الكل لا راهو يا اخت ربح راهو تحن مش في البلايص علاش انت بايك ابراهيم تكه بشخص علاش؟ الا غالب ما دت لاست حد كل انا واخر وعطاه بشقفه هني ثم نسيا نقولهم نصيحه للنساء هاي. صار السحن ما استعملوش في البار لا 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 انا قلت لك ثم معناتها طرق تستعملوا فيها هذه راس مع الطرق والاشكاليات احنا نقروهم هذا في التكوين بشوي 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 باش يستانس شنو معناتها هي مش علم اخي هي ما كتمد يدك هذا لا 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 شوف كيفاش تمد يدك هاي الماده اللي ديال جاي من ديدها عاد نقولوا هاك عاد عن التكوين والوهم في العباد ونعرف الناس كل جيت مد يدها ترى خبره في اللي دير ايدك ما تمشيش مفتوحه يا سيد اذا لقيت واحد يطلب وقال لك احوال الرب ومد لك ايده هكا اعرف راه ذاك راه مش ولد الدومين راه كعبله يلزم يدك ديما هكا ريت هذه المعصم تخليه قدو جنبك من هنا بحذا الكلاوي، وتعملك تخطف وترجع، باش تلقى سايله فيستا، ريت ريت مساله، مش كيما تجبد من عندها وتحط عندك، هكا تخطف لخطفان، وهذه المداوله حتى في الدول المتقدمه والناس كليك، نحب نوضح لك حاجه الطريقه هذه راهي معترف بها دوليا راهو، هذه الطريقه المداوله راهي. و... معناتها تخطف خطفان. اي اي وناجحه الطريقه هذه 80% راهي ناجحه الطريقه هذه. خلينا من من الجانب هذا نحبوا نتحدثوا ساعه شويه عليك انت تحكي لنا باش الشباب اللي ما عنده ما يعمل شاد القهوه يقتدي زاد احنا نجيبوا قصص نجاح باش الشباب يقتدي بك انت آه ويقتدي بالناس الناجحة في حياتها اعطينا بداياتك كيفاش كانت في عالم الطلبه والله انا يعني في بيت الطلبه ما تعذبت من الاول تعذبت ياسر في سنين الجمر تعذبت, تعذبت. سنين الجمر تعذبت. هي سنين الجمر وقت الاستبداد وقت الاستبداد وقت الطلبه متسمع على عائلات وما تنجمش تفرض روحك تعذبنا حاسين صار, صار فينا طيب مصار كنت تطلب في سنين الجمر زاده ما يعني ما عليك بطلت على ذكر معناتها بطلت ثم اللي يطلب ويدخل ميدان التصول ويبطل ثم اللي يرجعوا موجود, موجود 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 فما و... ثم برشا بطلوا اي برشا واخذوا كل شيء والله تنجم تقول خسروا مستقبلهم ثم اللي بطل علاش يبطلوا تو؟ ما, يبطلو ما يعجبهمش ولا ما يقدوش الخدمه ولا ما يصوروش فلوس؟ مش ما يصوروش فلوس هكاك نفحه نفع ما, يبدا مش مغروم معناتها بال باش يدخل ميدان. اي حاجه ما فيهاش غرام راهي ما توصلش. قلت يعني لك في سنين الجمر في سنين الجمر وصبرت وكذا كنت مستمي على عائلات تطلب وشكون يطلب وقتها؟ هل تري فيهم كل ما حتى حد. انا الوحيد كنت اطلب في سنين الجمر وتعذبت ووليت نصحح وصار في مسار. طلبت قدام الجوامع انت طلبت لا والله طلبت لا باش لا نكون معاك صريح راهي الطلبه نتاعي هنا من الاول عندي موهبه باش ما نكذبش عليكم قولك لك حدثنا على صغرك كيفاش بدت اكتشفت الموهبه دي والله باش نكون معاك صريح هي راهي الطلبه قصه بدت من الصغرى. قصه غرام معناتها قصه غرام قصه حنين قصه حب حس ثم نكه هكا حتى ثم كيف حتى حاجه كلها موجوده عندي نحب نطلبها انا ريت ريت في المدرسه دي يعرفوني حتى الزملاء قالوا ديما نطلب في ستيلو ديما نطلب في ستيلو عندي ستيلو لها ما نحب تعطيني كل راس اعطيني ستيلو اعطيني ستيلو تطلب معناتها نقولوا نطلب, نطلب من ساعات نهز فطوري في الساك وما أنا كلش نمشي نطلب قد ما خبز ويبخسوني راه ويسمعوني كلام ماشي نعمل كيف على ذكر البخس معناتها عادي يبخسوك عادي 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 نفرح وذكر كانت اعطتني معنويات بتكبرت تولي تنط بولي مش هادي كانت حافز اي 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 هذيك بعتالي كبرت وولي تنط بعتها لك الحافز استنست بالتخسيخ ما عادش يقلقني حد شيء وشوي بشوي بشوي وانا بعتالي عملتها عملت براكه صغيره نتاع شوش ننصب بها خويا انت ساعه قبل ما نوصل برا انت مش بش بشكون تاثرت في عالم الطلبه والله تأثرت بشخصية أكيد معناتها كانش في العائلة شكون يطلب كانش كذا والله ما نكذبش عليك ما كانش في العائلة شكون يطلب كان نكون معاك صريح الله غالب العائلة نجتنا نطلب قلت لك تأثرت بوحدة اللي كنت نبيع في الشوش عندي غاديك وثم امرأة اسمها خالتي نجمة تبارك الله يكذب عليك تصلي عني بيعله لها عينك ما شفت تشوف كان النور طلابه ذي ولا متصوله معناتها لا لا طلابه طلابه, طلابة دي متسولة هي هي متسولة هي لا لا من طلابه ما معناتها متصوله برتب الطلابه اي اي متصوله برتب تبارك الله تعرف نقول لك حاجه باش تخلق طلابه في تونس كي خالتك نجمه والله لا صار علاش شنو يميزها خالتك نجمه؟ مره متمرسه تعرف كليوناتها رايك تحط عليك والله كي تعمل طرش تعمل تنحي لك ستوردات تنسل لك عنده لهم لك انت اول حاجه تطلب تعليق كيما هكا كيفاش تعمل هذه تحفظتها منها هنيه هذا كيما هكا بالمقلوب تنويدها اي تنويدها كيما هكا تحط هني هنيه وتجي توصلهم هنيه وتعاود ترجع كالعاده كالعاده ما يتحوش الفلوس كي يا ودي هيك تاخذهم هنيه تصب تصبهم لهني عندك الزواد كيما هكا هكا وتصبهم لهني موهوبه يا ودي ريت تلهمك في السبيطار تلهمك في جامعه تلهمك يا تجيك حتى للدار ما شاء الله عليه وتعرف هذيك والله اختارها للطلبة في تونس اعتزلت ولا توفت ولا أه؟ اعتزلت ولا مازالت والله طلبت. قالوا اعتزلت اللي سمعته اني هي دخلت العالم السياسه آه. هكا في بالي والله وعلم نسيت عندي ياسر نسيتها انا, أنا معناتها شق الطريق اخر هي العالم اي هذه مش نورمال راهي راهي عليك كل عجاب. ما شاء الله ما شاء الله كانت موهبه باهي انت تعلمت منها يظل لي تدوير اليدين وشنو تعلمت منها اخر؟ شو كان لها الفضل في في تكوينك انت؟ والله تعلمت منها برشا حاجات، كيما تعلمت منها تدور اليدين، تعلمت منها تذبيلة العينين، تعلمت منها الدعية، كي ظل تدعي ما تسكتش لأني يخرج فلوسه ويمد لك، تعلمت منها برشا حاجات، بالحق كانت نجمة في عالم الطلبة. باي بعد بدايتك مع خالتك تأثرك مع خالتك نجمة معناتها أنت شقيت طريقك معناتها و... والله, في الطريق تعذبت يسر والله برشا زملاء منعوني من, من برشا بلايص زملاء متسولين متسولين والله كان جو طلاب اقول له والله يا ولد من الله غالب شنو منعوك من منعوني من, 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 من البلايص ما يخلونيش خير بلايص معناتها يتحكموا فيها معناتها بالطبيعه بالطبيعه كل شركه والبلايص نتاعها النظام خمسة سيبة كاكا ونجي تطلب من يا كاكا اه صار شركات هي, هي زادت شركات اما انا ما عندي روحك روح الاصرار من داخل هذيك مازالت موجودة ما فقدتهاش ما سلمتش ولا تقول علاش ما نصنعش منهج الروح علاش ما وليت اخوي اخويا بعدت على الجماعة بعدت على الجوامع بعدت على الاسواق بعدت الديار بت. وشديت دومان اخر جديد ونجحت فيه وفقني ربي ونجحت فتحت افاق جديده ما اي افاق جديده فين مشيت تطلب والله فين تتصول ما يجيش حتى حل قلت الحل الوحيد اللي الاستعجالي الاستعجالي هذاك فيه مستشفى اي المستشفى الاستعجالي اه وليت تتصول في المستشفى وليت تتصول غاديكا راني يعني نجي غاديكا وعلاش اخترت والله اخترت غاديكا اخترتها برشا ناس يجيبوهم هاو عامل اكسيدون هاو مضروب بحديده هاو مضروب كذا وتلقى قدام الباب تلقى اهله يستنوش مش يقولوا لهم الطبيب اللي يبكي واللي يعيط واللي يدي كذا تلقاني يا خويا اللزله يا ربي معاه يا ربي يشفيه وخرج على يا ربي يخرج منها سلامات يا ربي وني يا ربي يا ربي خويا لا ما في الكرب دخل ده الجيبه ويمد في الدعاء عاد مشت معاي مشت معاي وعندك زاد يا نمشي عندك نهار السبت ونهار الاحد الاستاذ اللي معبي 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 ودي ساعات نغلط ساعات ندعي لها مرتين الواحد ما ننسى سبحان الله ساعات اخترت مكان اخر معناتها طريقه جديده ونجحت فيه بقى. نجحت فيه في يا اخويا نجحت باش نكذب عليك نجحت وصورت ومشيت في السياق هذاك وقلت به يعني مع نجحت في المستش... اختصيت في المستشفيات أيه ونجحت في التعجيل في الدعاء ع... في التعجيل غادي كان تلقى حادث كذا أيه تلهمهم وال... أيه مع تعرف كيش أيه يا 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 واحد بالله قبل الله عند خوه ولا عند كذا وبحث في غديك ويستنى في النتيجه اكيد باش يعطيه يعطيه دل... ساعات والله ساعات تلقى كار ساعات ما نتوسع بينك كل واحد, تدعي واحد مش يدعي له وحده راه باش يمد لك كل واحد يدعي له وحده باش يمد بعد فين مازلت في الشات لا, لا 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 عاد معناتها معايا الامور باهيه وقتها قررت باش ننتصب بحسابي الخاص الموهبه موجوده كيفاش تنتصب؟ عملت شركه اه شركة بتاع متسولين شركة بتاع متسولين وخدمت معايا جماعة نأطرهم باش نكون مع التاريخ مش تول هكا تول يخدم لا ما نأطرهم، ومن بعد دخلت بوثيق حتى نعمل في شركات مع الاسواق. الناس اللي تاخذ سوق ندخل معاهم في الواحد في البته، وباش ناخذ شنو تدخل في البته بتاع الاسواق ايش تعمل؟ ايش تعمل؟ الطلابه باش ندخل الطلابه يطلبوا في السوق، ندخل آه. معاهم في البته ومشت معايا اليوم. صارت الطلابه تو اللي تخدم في الاسواق معناتها تابعين الشركه. اي اي تابعين الشركه بتاعي تابعين الشركه بتاعي واخذين آه. حقوقهم زادة باش يكون معاك وضع. باي قداش تخدم من طلاب تو معاك في الشركه؟ والله برشا ما تلذليش الكذب ما, ما عنديش العدد وما علي جماعه القباضه. يعني معناتها ثم مسوار. ايه ثم مسوار اسمع انا من الناس اللي نحب راهو في الدومان نتاعي نتطور ما نقعدش عديت انا مشيت ابعد من ذلك. اه. انا مشيت في الطلبة على الانترنت. ثم راهو اخواننا البرا حسوا بان يا رسول الله يحبوا يعطوا. علاش ما يقولش شكون يطلبهم علاش؟ حسوا بيهم هذا راهو مسلمين يا رسول الله، انت يشيل البر علاش ما حد؟ انا مشيت معاهم وليت نطلب فيهم آه يطلبوني نطلبهم تتصول منهم معناتها تطلب اي معناتها نطلب منهم وصلت لهم الجاليه وليت تتصول هي منهم اي اي ويعطوا عبر والله. الانترنت اي على الانترنت ولا يعطوا علاش؟ نحرموهم من الاجر نعمل الناس تعطي يا رسول الله وانا قاعد هكاك طول الحاكم ما يقلقكمش الحاكم علاش يقلق فينا؟ شنو اللي عملناه غلط احنا سرقنا اختفنا احنا الحاكم قاعد يعني ايه بتتصوروا قدام ايه في المكس نتاعها امورنا منظمه راه صارت تدفعوا في المكس للحاكم بالطبيعة امورنا منظمه مع الحاكم ومع الدوله امورنا منظمه ما فيش لعبه هذه تو معناتها ماهوش عيب معناتها كي تتصور ما م... ما تحسش فيها عيب شنو هيش فيها عيب؟ الخدمه نتاعكم خدمه, خدمة شنو هي؟ معناتها التصور هذايا والواحد هاك هاي كلها تطلب تقول الحاكم يطلب هاي الدولة تطلب يا أخي مش عايشين تو ما ناش عايشين بالطلبة ولا حرام عليكم أحلال علينا صحيح في هذه عايشين بالطلبة لكن احنا خيرنا ما ماشي غيرنا للأسف الشديد احنا حبينا نشكروك على الحضور نتاعك انا في قصه نجاحي ان شاء الله برشا شباب يقتدي بالمشروع نتاعك وعلاش لا يلتحق بالشركه نتاعك ويلقى مرحبا. تكوين في مجال التصول شكرا لك سي مخلص او مفلس الفقري يعطيك الصحه عندك الدينار سميت عن 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 الدينار برص بيك برص ولدك وليداتك برص عينك دينار برص الدينار يبعد عليك الاشرار الباب المطار تو النقار برص عملت ضربات اخذت الشهاده نتاعي وقعدت في الدار ثم اللي يبطل يطلب ويبطل وثم اللي يقص اسمعني <تصماني> ما عرفتش كلمه التسول انا حتى باش يتبعوا فينا المغرب قلنا التسول اي حتى باش يفهموا تلقى خاطر ما فهمتهمش كيما هاك ترجعهم لهنا وتحطهم هاك يا وتوصل وترجع وكنت تحط على واحد يا ودي ما عدت ما كيفاش نعضو ما نقولش كيفاش نعضو فتنا بجد بو فهمت راه دينار يبعد عليك الاشرار يوصلك الباب الدار مع النقاره برا ميمتك باب الدار